لقب دوري أبطال أفريقيا سيستمر معلقا بانتظار لجان الاتحاد القاري. الترجي التونسي والوداد المغربي يتأهبان لأي قرار وسيعودان على الأرجح إلى محكمة التحكيم الرياضي. كاس حكمت بعدم اختصاصها بالفصل في الأزمة وعادت الكرة إلى الكاف الذي أصبح في عهدة دولية، حيث ستتسلم الأمينة العامة للفيفا فاطمة زمورة مقاليد السلطة القارية بسبب قضايا فساد في المنظمة، وطاولت على نحو أساسي الرئيس الملقاشي أحمد أحمد. أي قرار سيكون معرضا للطعن والاستئناف أمام المحكمة الدولية ومعرفة من سيكون بطل أفريقيا قد يطول لأشهر إضافية. بعد أحداث رادس، ما هي التفسيرات القانونية لموقف المحكمة الدولية وإلى أين مآل اللقب في الرياضية الموسعة؟ والبداية مع العناوين. صراع مستمر حول لقب دوري أبطال أفريقيا بعيدا من المستطيل الأخضر، والمحكمة الدولية تعيد الكرة إلى ملعب الاتحاد الأفريقي. أطول دوري كرة قدم عبر تاريخ مصر، الأهلي خطف اللقب في الأمتار الأخيرة من الغريم الأزلي الزمالك. بطل أفريقيا لا يزال معلقا، محكمة التحكيم الرياضي نفضت يدها من إعلان وجهة اللقب وأعادت الكرة إلى ملعب الاتحاد القاري. وأي قرار سيتخذها الأخير سيستأنفه النادي المتضرر وبالتالي تمديد الأزمة. محكمة التحكيم الرياضي أحرجت الاتحاد الأفريقي لكرة القدم خلاصة أساسية من قرار كاس بشأن المباراة النهائية لدوري الأبطال بين الترجي التونسي والوداد البيضاوي. يوم ذاك توقفت المباراة بسبب إلغاء هدف صحيح للنادي المغربي، وطلب عناصره بالاستعانة بتقنية الفيديو المساعد فار، والتي أعلن أنها معطلة. وبعد نحو ساعتين من الأخذ والرد والانتظار، أعلن الحكم الجامبي كاري جاسما نهاية اللقاء وتتويج فريق باب السويقة، قبل أن يلتئم الاتحاد الأفريقي ويقرر إعادة اللقاء على أرض محايدة، معللا قراره بغياب الظروف الأمنية. وهذا ما دفع بالناديين إلى التوجه نحو المحكمة وطلب كل منهما بأحقيته باللقب. المحكمة وضعت الاتحاد في موقف حرج، إذ أعادت القضية إلى اللجان المختصة، أي إلى تلك التأديبية ولجنة المسابقات، من أجل بث مصير الكأس ووجهته. أي قرار سيتخذ سيكون قابلا للنقد، ما يعني التوجه مجددا إلى مدينة لوزان السويسرية حيث مقر المحكمة الدولية. فالوداد لن يقبل بتتويج الترجي، والأخير سيستأنف ضد أي قرار ليس في مصلحته. معضلة حقيقية ستواجه الاتحاد القاري، وتضيف ملفا إلى القضايا الملاحق بها رئيس الكاف أحمد أحمد. كاس رفضت جميع مطالب النادي المغربي وأشارت إلى أنها ستعيد النظر بشأن مطالب النادي الترجي. ردود الفعل جاءت ضبابية، فكل طرف رأى أن القرار أنصفه. النادي التونسي أصدر بيانا أشار فيه إلى أن ما قررته المحكمة يتماشى مع مطالبه لرفع المظلمة، وبالتالي لا يبقى سوى إعلان الترجي بطلا لأفريقيا. وفي المقلب المغربي، أكد رئيس الوداد سعيد الناصيري أن القرار منصف على نحو نسبي للوداد، وشدد على أن موقفه لن يتغير بالدفاع عن مصالح ممثل الكرة المغربية بسبب الخروق التي ارتكبها المنافس. الأنظار ستتجه إلى القاهرة حيث مقر الاتحاد الأفريقي. اجتهادات قانونية رأت أن المحكمة تريد من الاتحاد الأفريقي أن يعلن البطل العتيد، ما يضع المنظمة القارية في موقف لا تحسد عليه. وللحديث أكثر في هذا الملف ينضم إلينا عبر الإنترنت من الإسكندرية في مصر المحامي الدولي الرياضي السيد نصر الدين عزام. مرحبا بك. مرحبا بك، أهلا وسهلا محمد. يعني بداية كنا نود لو نستضيف حضرتك في ظروف قانونية أفضل في هذا الشأن، خصوصا على طرفي القضية عربيا. هذه القضية كيف تعكس صورة المجتمع الكروي الأفريقي أمام المجتمع الدولي على المستوى التحكيمي في ظل تطور هذه المنظومة والآليات التحكيمية في باقي القارات تحت مظلة فيفا؟ وطبعا أكيد الكرة الأفريقية في الفترة الأخيرة فيها تطور بشكل كبير، ويمكن احنا كلنا لسه اتفرجنا على بطولة أفريقيا كانت في مصر، ظهرت للعالم كله بشكل يعني اكثر من رائع، فبتعكس برضو على تطور الكره الافريقيه. لكن ممكن تبقى على بطوله ابطال افريقيا طبعا الانديه كان فيها المشكله طبعا اللي جت في النهائي، وخصوصا في تقنيه الفار، اللي طبعا في افريقيا بداوا ان هم يطبقوها بشكل جديد هنا في افريقيا،
فممكن بعض الأخطاء تكون بتحصل فبتسبب طبعا إحراج للصورة العامة، وطبعا ده حصل في المباراة النهائية وسببت مشكلة كبيرة، طبعا لسه مشكلة مستمرة حتى الآن. هل تعتقد أن العقدة قانونية فعليا بغض النظر أن كل طرف يستميل الجمهور والرأي العام لمصلحته بين طرفي القضية؟ لا يعني انت كل طرف طبعا اكيد بيبحث عن حقه في هذا الامر، وبرضه عشان نوضح الامور القانونيه للساده المشاهدين، تقنيه الفار اللي هي ما كانتش موجوده في المباراه النهائيه الثانيه، طبعا المباراه الاولى كانت انتهت بالتعادل 1-1 في المغرب 24 مايو 2019، وكان مباراه العوده في رادس كان استاد رادس كان يوم 31 مايو. تقنية الفار ما كانتش متوفرة لسبب تقني. طبعا المسؤول عن تقنية الفار ان هي تكون موجودة هو الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف. ومن هنا انا كنت شايف ان لو والموضوع ده مهم جدا، لان التقنية كانت مطبقة في المباراة الأولى وبسببها تم إلغاء هدف لصلاح الوداد، فكان لازم برضو العدالة الرياضية بتقول ان لازم تكون موجودة في المباراة الثانية. سيد ناصر، الكرة لا شك أن عادت إلى ملعب الاتحاد القاري، وبالتالي أي قرار سيتخذه هذا الاتحاد سيستأنفه الفريق المتضرر وبالتالي تمديد الأزمة. ما هو أفق هذه الأزمة؟ وطبعا احنا حكم المحكمه الرياضيه الدوليه، احنا لازم برضو القرار كان صدر من اللجنه التنفيذيه للاتحاد الافريقي في 5 جون، وكان اجتماع في باريس باعاده المباراه مره اخرى. طبعا الناديين هما الاثنين استأنفوا على هذا القرار امام الكاس، وكل واحد كان بيطلب تتويجه بالبطوله. طبعا الكاس طلعت قرارها 31 يوليو، القرار كان واضح، رفض كل طلبات نادي الوداد المغربي والغاء قرار الاتحاد الافريقي اللجنه التنفيذيه، على اساس ان اللجنه التنفيذيه للاتحاد الافريقي غير مختصه بالحكم في هذا الامر. فبناء على كده احالت الموضوع مره اخرى للجان المختصه داخل الاتحاد الافريقي ان هي تحكم فيه مره اخرى، واجلت البت في طلبات نادي الترجي لخلال الفتره اللي جايه بعد برضه لما نشوف قرار الاتحاد الافريقي يكون ايه القرار بتاعه. وهنا اتفتحت المجال مرة أخرى إن اللجان المختصة داخل الاتحاد الأفريقي من الممكن إن هي تحكم بإعادة المباراة مرة أخرى. فهنا الاحتمالات كلها لسه واردة. طبعا الوضع حاليا بعد إلغاء القرار إن الوضع الحالي إن نادي الترجي هو المتوج بهذه البطولة، ولكن مع إن أنت فاتح الباب للجان المختصة داخل الاتحاد الأفريقي إن هي تحكم بهذه القضية مرة أخرى، من الممكن إن اللجان المختصة تحكم بأي قرار في الفترة اللي جاية. المشكله طبعا كمان اللي هتواجه الاتحاد الافريقي في هذا الامر، ان انت عارف في مباراه السوبر الافريقي المفروض تكون في الامارات احد ايام 16 او 17 18 اغسطس القادم. ففي ظل هذا النزاع هيبقى في مشكله طبعا، وانا اتوقع انه هيتم تاجيل مباراه السوبر الافريقي المفروض طرفها طبعا نادي الزمالك بطل الكونفدراليه، والمفروض مع المتوج بكاس ابطال افريقيا اللي هو الترجي او نادي الوداد. وبالتالي اعتقد انه ممكن يتم تاجيل هذه المباراه حتى البت في الامر من الاتحاد الافريقي بخصوص مباراه الوداد والترجي. سيد نصر الدين، حضرتك قلت انه الطرفين استأنفا ضد القرار او امام القرار، اي منهما هو اقرب الى الواقعيه، ومن هو ومن واي اداره حجتها ودليلها اقوى امام قوس المحكمه؟ احنا لو رحنا للناحيه القانونيه عشان نحلل كل موقف كل نادي، انا زي ما انا قلت لك العداله الرياضيه بتحكم ان انت المفروض الظروف نفسها تبقى موجوده، اللي هي الفار كتقنيه طبقت في المباراه الاولى ان هي تكون موجوده في المباراه الثانيه برضه. ولكن لما نيجي نشوف للنواحي القانونيه، هل الفار من الشروط الاساسيه لبدء المباراه او لا؟ لا، هتلاقي ان الفار مش من ضمن الشروط الاساسيه، يعني الحكم المباراه لو حصل اي عطل في الفار بيكمل المباراه بشكل طبيعي. ما يقدرش يعني ما يبقاش في بعض الامور الاخرى، مثلا الشبكه مثلا في المرمى ما ينفعش ان انت تلعب المباراه غير لما تكون موجوده. لكن تقنيه الفار هي تقنيه زي ما احنا عارفين تقنيه جديده بتساعد الحكام، ولكن لو هي تعطلت او ما كانتش شغاله ما بيبقاش شرط لالغاء المباراه. ولكن طبعا للاحداث اللي حصلت في المباراه النهائيه، يمكن حتى عشان كده حتى تلاقي تثبيت قرار الكاف قال لك للسلامه وكده، ما اتكلمش على عدم وجود تقنيه الفار بحد ذاتها. فانا من وجهه نظري ان لو انت اتعاملت مع الموضوع بالشكل القانوني هيبقى المفروض نادي الترجي يتوج بالبطوله، لان التقنيه نفسها بتاعت الفار ما تبقاش شرط اساسي لاستمرار المباراه. ولكن زي ما انا قلت لك العداله الرياضيه لا تقول ان طبعا موقف نادي الوداد من حقه ان هو يكون تقنيه الفار مطبقه، خصوصا ان هي عملت ازمه في المباراه الاولى وايضا ازمه في المباراه الثانيه.
سيد نصر، العام الفائت بين الترجي التونسي والأهلي المصري في النهائي أيضا كان هناك غياب للفار، هل شرطية حضور الفار كشرط أساسي لاستكمال الحكم للمباراة هي ما يستدل به الاتحاد الأفريقي لاحتمال عدم وجوده وبالتالي يمكن للمباراة أن تقام؟ هل هذا دليل على كلامك؟ هو دليل ان انت الحكم المباراه لما كان الفار ما كانش لا يعمل قبل بدايه المباراه، الحكم بدا المباراه. ولكن لو كان الفار احد الشروط المطلوبه لبدايه المباراه ما كانش الحكم هيبتدي المباراه من غير لما يكون شغال. ولكن انا كنت شايف، ودي بقى لو انت بتتكلم من الناحيه السياسيه، لو الاتحاد الافريقي كان عارف ان تقنيه الفار مش هتكون شغاله في هذه المباراه، كان ممكن قبل بدايه المباراه ياخد قرار بتاجيلها يوم او اثنين لغايه لو ما يكون الناحيه التقنيه بتاعتها اشتغلت ويلعب المباراه. فطبعا ان انت توصل لغايه يوم المباراه والمباراه تبتدي، خلاص انت هنا المباراه تم لعبها، وبالتالي اكيد نادي الترجي بيتمسك بحقه ويقول لك انا المباراه اتلعبت. طبعا تكرار المشكله دي للمره الثانيه في النهائي في نفس الاستاد طبعا علامات استفهام، ولكن انت في الاخر المسؤول عن توفير تقنيه الفار هو مش الانديه، هو الاتحاد الافريقي هو المفروض يوفر هذه التقنية. لو انت شايف ان في ملعب المباراة لا يجوز ليه توفير مثلا هذه التقنية فيه، خلاص هتطلب من الـ النادي ان هو يغير هذا الملعب. طب خطوة محكمة التحكيم الرياضي هذه هل فعلا أحرجت الاتحاد الأفريقي؟ والله بص، يعني انت عارف يمكن بطولة ابطال افريقيا كان برضو حصل وقعة اخرى، كان وقعة نادي الإسماعيلي لما تم استبعاده برضه من المباراة، وكان يمكن نادي الصفاقسي أحد أطراف المباراة في بطولة أفريقيا الحالية. يمكن كنا بنترافع عن النادي الإسماعيلي قدام لجنة الاستئناف في الكاف بعد استبعاده، طبعا وخدنا حضرتك قرار كنت نسحب محامي الإسماعيلي ونجحت في هذه القضية مظبوط. أمام الجمهور. فالنادي الإسماعيلي عاد مرة تانية وكان عنده مباراتين فاتوا لعبهم مرة أخرى. فبرضه أنا مش عايز أقول إحراج للاتحاد الأفريقي، لكن ده حاجة كويسة إن أنت يبقى عندك اللجان داخل الاتحاد الأفريقي وبتقوم بعملها. بمعنى لما تكون لجنة الاستئناف بتلغي قرار اللجنة الأولى اللي لجنة مثلا المسابقات اللي خدت قرار بسبب النادي الإسماعيلي، فهنا مش عايزين نقول إحراج، ولكن التنفيذية هنا صحيح. اللجان القضائية بتاخد عملها، ولكن فإحنا يعني بنشكر اللجان إن هي بتقوم بعملها بشكل مظبوط. فما نقدرش إن إحنا نقول إحراج، ولكن هو الإحراج إن أنت التقنية ما كانتش موجودة في النهائي، هو ده ممكن الإحراج من هذا الأمر. ولكن القرار اللي ممكن يكون متوقع خلال الفتره الجايه من الناحيه القانونيه او الناحيه القضائيه للجان القضائيه اللي داخل الاتحاد الافريقي، سواء لجنه الانضباط لو هتاخد قرار في هذا الامر، فانا شايف ان ما يبقاش في احراج. لو في قرار مثلا برفض اعاده المباراه مش هيكون في احراج، لان هيبقى دي ناحيه قانونيه بيتم تطبيقها. ولكن اللي احنا يبقى بنطلبه خلال الفتره الجايه ان ما يحصلش، ما تتكررش الازمه دي مره اخرى. طب سيد نصر، حين أقرر الكاف إعادة اللقاء في أرض محايدة، هل ترى أن في هذا القرار صواب؟ انا اعتقد اذا لو انت قررت اعاده المباراه وتقنيه الفار تقدر ان هي تشتغل في نفس الملعب هناك في تونس، ان من حق نادي الترجي التونسي ان يبقى المباراه الثانيه تتلعب على ارضه، لان احنا ما شفناش في اي خطا حصل من نادي الترجي التونسي في هذا الامر. يوم فما يستدل على ينفعش ان ذلك انت تيجي بالضرورات الأمنية. ما فيش حاجه، يعني ما حصلش حاجه من ناحيه الجماهير او كده، انت بتتكلم على تقنيه الفار فما فيش مشكله حصل. فما ينفعش تحرم نادي الترجي التونسي ان هو يلعب المباراه الثانيه في النهائي على ارضه، الا لو كان حصل خطا من الجماهير او من الاداره او من اللاعبين، كان ممكن انت تاخد القرار انه يبقى المباراه على ارض محايده. فانا شايف ان من العداله الرياضيه زي ما انا قلت لك ان حق نادي الوداد ان يكون تقنيه الفار تكون موجوده، فلو بتقول اعاده المباراه بسبب عدم وجود الفار ممكن نقول من العداله الرياضيه ان هي تكون موجوده، ولكن ما ينفعش ان انت تلعبها على مباراه على ملعب محايد. لا، من حق نادي الترجي يكون المباراه لو هيتم اعادتها تتلعب على ملعبه. اما الناحيه القانونيه اللي احنا بنتكلم فيها وهي الاشتراطات الاساسيه لبدء المباراه، هتلاقي ان مش من ضمنها لو الفار تم تعطيله، وده حصل يمكن كمان في ملاعب اوروبيه في بعض الدوريات اللي بدات تطبق الفار ما كانش بيعمل، حصل فيه عطل او حاجه، ولكن حكم المباراه استكمل المباراه بشكل عادي. أي قرار سيصدر هو عرضة للتعديل أو للطعن فيه وبالتالي تمديد عمر الأزمة، كيف ترى هذا هي المسار؟ طبعا تمديد عمر الازمه كمان عامل مشكله حاليا، لان انت عارف ان الاتحاد الافريقي خد قرار بتعديل مواعيد البطوله الافريقيه الجديده، يمكن هتبتدي يوم 11 اغسطس تقريبا. فالاول كانت البطوله بتبتدي في الشتاء اللي هو في شهر واحد
لكن دلوقتي تم تقديم المواعيد وتغيير مواعيد البطولات الافريقيه هتبتدي من شهر 8، وبالتالي انت هيبقى البطوله الجديده ابتدت وانت لسه ما عندكش بطل للبطوله السابقه، فطبعا دي هتبقى مشكله كبيره. الحاجه الثانيه عشان الناس يبقوا عارفين المسار القانوني للقضيه خلال الفتره اللي جايه، اللجان المختصه اللي هتاخد القرار خلال الفتره الجايه داخل الكاف سواء لجنه الانضباط او لجنه المسابقات، لو اي لجنه من هذه اللجان اخذت القرار هيبقى من حق اي طرف ان هو يستأنف عليه امام لجنه الاستئناف مره اخرى داخل الاتحاد الافريقي، وبعد ذلك بعد قرار لجنه الاستئناف في هذا الامر ممكن لسه يستأنفوا امام المحكمه الرياضيه الدوليه الكاس. فاحنا بنتكلم على مسار قانوني، لو انت يعني اخذت حتى على وجه السرعه اكيد مش هيتم حسمه قبل مباراه السوبر في الامارات اللي المفروض تكون قبل 16 ل 18 اغسطس. هل كانت وبالتالي تمام اتفضل. وبالتالي احنا يمكن عايز اقول لك على حاجه، يمكن المحكمه الرياضيه الدوليه ودي احد الخصائص اللي موجوده عندها باتفاق الاطراف اخذت القرار بشكل سريع، ويمكن هي اصدرت القرار جزئيا، ده مش قرار نهائي لسه، الاسباب وباقي طلبات نادي الترجي لسه هيتم اصدارها خلال الفتره اللي جايه، ولكن خدت في شق مستعجل خدت قرار فيه، وده يعني بشكل عشان طبعا كان في ميعاد لاعاده المباراه وبناء على كده خد قرار سريع. فانا شايف انه برضو ممكن لجان الكاف المختصه، لان الامور واضحه للطرفين من طرفين، ممكن لجان الكاف المختصه تاخد قرار سريعا في هذا الامر، وبالتالي القرار ده يكون برضو قرار نهائي من داخل الكاف مره اخرى، ممكن يتم لو تم استئنافه من اي طرف نفس اللجنه اللي تم تشكيلها من الكاس هي ايضا تنظر هذا الاستئناف الاخر امام هذه اللجنه، وبالتالي يبقى في سرعه برضو في الفصل في هذا النزاع بشكل سريع. هل ترى في هذه المشكله او هذه القضيه العنوان والسبب المباشر لوضع اليد الدوليه على مسار الاتحاد الافريقي عبر ممثله فيفا فاطمه زمورة، ووضع حد للملفات التي تحيط بطاوله الملقاشي احمد احمد لوضع حد لمسيرته؟ لا طبعا، الامر الاخر فيما يخص قرار فيفا مع الاتحاد الافريقي في وجود فاطمه سموره طبعا السكرتير العام للاتحاد الدولي، ده ليه اسباب اخرى، ويمكن حصل باتفاق ما بين الاتحاد الدولي والاتحاد الافريقي، لان انت عارف حتى الفيفا نفسها حصل فيها ريفورم جديد يعني حاجات كثيره جدا. يعني حضرتك لا تربط بين الحدثين؟ لا، في اداره جديده للفيفا دلوقتي وعملت اصلاحات كثيره جدا، وعملت برامج كمان تطوير الفورورد بروجرام تقريبا بيدي مبلغ مالي يصل 5 مليون دولار لكل اتحاد محلي عضو في الفيفا خلال 4 سنين يساعد على تطوير اللعبه. فالاداره الجديده للفيفا كمان حاليا مثلا لوائح بشؤون اللاعبين وتقارير اللاعبين فيها تطوير في بشكل كبير، فالاداره بتعمل تطوير بشكل كبير على جميع المستويات بالنسبه لاداره الفيفا الجديده طبعا تحت قياده انفانتينو. من خلال هذا التطوير برضو الاصلاحات مطلوبه، وعشان كده يمكن بيشرفوا دلوقتي الاتحاد الدولي على مسار الاصلاح برضو، وهي على مراجعه الامور الاداريه داخل الاتحاد الافريقي خلال الفتره اللي جايه اللي هي 6 شهور، وده انا شايف ان طبعا هيبقى شيء ايجابي جدا، ان انت اي منظومه اكيد بيبقى فيها سلبيات، مفيش منظومه الايجابيات فيها بشكل كامل، وبالتالي لما انت تعمل مراجعه وتعمل اصلاح لهذه السلبيات ده هيفيد اكيد في الاخر الكره الافريقيه خلال الفتره القادمه. سيد نصر تفضل بالبقاء معنا، نتحدث بإيجاز لاحقا عن البطولة المصرية حيث أزدلت الستار على أطول دوري كرة قدم في تاريخ مصر بتتويج اعتيادي للأهلي، لكن هذه المرة جاءت بالبطولة بطعم مختلف بعدما قلب نادي القرن الطاول على منافسيه وخطف اللقب في الأمتار الأخيرة، لتحتفل جماهير القلعة الحمراء بالبطولة الأطول والأصعب والأجمل. سنة كاملة وعجلة الدوري المصري لم تتوقف، جدول مزدحم ومباريات مؤجلة كثيرة نتيجة المشاركات العربية والقارية للأندية وتحديدا نادي الأهلي، إضافة إلى استضافة مصر فعاليات كأس الأمم الأفريقية الشهر الماضي. في أغسطس آب من عام 2018 انطلق الدوري المصري حاملا معه تغييرات جذرية بعد دخول بيراميدز عالم الأضواء بفضل ثروة مالكه السعودي تركي آل الشيخ، الذي حاول إنشاء فريق مميز مع لاعبين محترفين على مستوى عال في ظل رغبته في إنزال الأهلي عن عرشه بعد المشاكل التي نشبت بينهما.
مصالح تركي آل الشيخ تقاطعت مع المستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك، فرممت القلعة البيضاء بصفقات محلية وأجنبية مميزة، وبدأ الزمالك وبيراميدز المسيرة بتحقيق الانتصارات والمنافسة على الصدارة، فيما كان الأهلي منهمكا في مشاركته بدوري أبطال أفريقيا وبطولة الأندية العربية. وما زاد الأمر سوءا عند عشاق الأهلي كثرة الإصابات وغياب العديد من اللاعبين المؤثرين لفترات طويلة. في إحدى المراحل وصل الفارق بين الزمالك المتصدر والأهلي إلى 14 نقطة. ارتفع منسوب الثقة عند مرتضى منصور ومن خلفه آل الشيخ، لكن إدارة الأهلي بقيادة الرئيس محمود الخطيب أجرت صفقات من العيار الثقيل بعد التعاقد مع حسين الشحات من العين الإماراتي واستعارة رمضان صبحي من هدرسفيلد تاون الإنجليزي. فانطلق قطار الأهلي بحثا عن تعويض موسمه الصعب والمخيب قاريا وعربيا، وكان الهدف الوصول من بعيد إلى اللقب 41 في الدوري المحلي، وهذا ما نجح بصنعه رجال المدرب مارتن لاسارتي. الأهلي أنهى الدوري متصدرا بثمانين نقطة بفارق ثمان نقاط عن الزمالك بعدما انهار لاعبو القلعة البيضاء في المراحل الأخيرة وسط خلافات مع الجهاز الفني وبعض اللاعبين، فدفع عشاق الزمالك الثمن خسارة لقب كان أقرب إلى حبل الوريد. الأهلي واصل تربعه على عرش أكثر الأندية تتويجا في العالم برصيد 136 لقبا، وختم مراسم الدوري بالفوز على الغريم بهدف نجم الموسم علي معلول في ديربي كرة القدم المصرية. يعني السيد نصر، حضرتك حفيد الرئيس الأسبق للزمالك نور الدالي، هل توافق ما تم ذكره في التقرير من العوامل التي أدت إلى خسارة الزمالك للقب بطريقة دراماتيكية إذا أصح التعبير؟ الله، انت طبعا الموسم الرياضي في مصر طبعا كان موسم استثنائي بشكل كبير، صح، لان انت لم يستكمل قبل بطوله افريقيا، وبالتالي العوامل طبعا انت منتخب مصر لعب في بطوله افريقيا، ويمكن حارس نادي الزمالك تم اصابته خلال المعسكر المنتخب بجنش طبعا، غير طبعا الانهاك على اللعيبه الدوليه لمشاركه في هذه البطوله. فلا، الموسم طبعا كله كان موسم استثنائي داخل مصر، ما تقدرش ان انت تقيس عليه المعايير العادية، ولكن نقدر نقول ان الموسم الماضي نادي الزمالك حصل طبعا على بطولة الكونفدرالية وحصل على سوبر المصري السعودي، وبالتالي يعتبر برضو موسم جيد لصالح نادي الزمالك، وعنده بطولات خلال الفترة القادمة سواء السوبر افريقي او السوبر او بطولة افريقيا طبعا ابطال افريقيا. فاعتقد يعني المفروض الفترة القادمة يبقى فيها استقرار اكتر للكرة المصرية من خلال بقى المواعيد يتم مراعاتها ان البطولة تخلص في توقيتها، عشان ما يحصلش، لان احنا دايما تلاحم المواسم ما بين كل موسم واللي بعده بيسبب طبعا ارهاق كبير جدا للعيبة، وده بيأثر بشكل سلبي على المسابقات طبعا. المحامي الرياضي الدولي المصري نصر الدين عزام، كنت معنا عبر الانترنت من الاسكندرية، شكرا جزيلا لمشاركتك. في دورنا نذكركم مشاهدينا الكرام بإمكانية التواصل معنا من خلال صفحتنا عبر فيسبوك رياضة الميادين باللغة العربية، ولمقترحاتكم تفضلوا بالتواصل معنا عبر البريد الإلكتروني sports@almayadin.net. ولمزيد من أخبار الرياضة ومتابعة حلقاتنا تفضلوا بزيارة موقعي الميادين بالعربية الميادين.net وبالإسبانية espanol.almayadin.net. بأمان الله.